تعجب من هاني بن بريك الذي هدم أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. ولماذا لم تجرد سنانك للرد عليه؟ ولماذا لم تطلق لعنانك للتغريد عنه وفيه وتحذير الناس من منهجه الباطل الذي ارتكبه؟ أم أنك تبصر القذاة في عين أخيك وتغمض عن الجذع في عينيك؟ إن كنت صادقاً فيجب عليك أن تعجب قبل أن تعجب مني ومن المدافعين عني، أن تعجب من الكاذب الصفيق الشيخ عبد الله بن صلفيق الذي يدافع عن هاني ابن بريك ويعتذر له ويطعن في من تكلم فيه ويزكيه، يدافع عنه وقد ارتكب منهج الخوارج، ويعتذر له ويزكيه ويطعن في من انتقده بحق مدافعا عن أصول أهل السنة والجماعة؟ أليس هذا يا جونة أولى بك أن تتعجب من دفاعه عن المبطلين؟ أم أنك لا تبصر ذلك وقد أعماك هواك؟ هذا المبطل الصفيق الكاذب عبد الله بن صلفيق الذي لا يستحيي من الكذب، وسأبين لكم، وما عرفت يوما من الأيام بإذن الله وحمده علي جبانا، ولكني والله أصبر وأصبر حتى إذا ظن أن هذا هو الضعف أريتهم الحق والصدق والقوة. أقول يا جونة قد شقت جونتك وفقئت عينك فذهب بصرك وطمس على بصيرتك، أفلا تستحي من الله أن تغضب لأقوام سنبين حالهم إن شاء الله، ولا تغضب لدين الله جل وعز ولاعتقاد أهل السنة؟ سأسمعكم كلام ابن صلفيق الصفيق السائل. تفضل يا شيخ جزاكم الله خيرا. يا شيخ، ما هو حال يعني ينقل بعض الإخوة كلام يعني هكذا مكتوب أقراه كما هو، ينقل بعض الإخوة أنكم تدافعون عن الشيخ هاني بن بريك يا شيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري؟ أقول بارك الله فيك، إن موقفي لا يتعدى موقف شيخي الشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظهما الله تعالى. تعجب. ثم ثانيا، أنا أنصح الإخوة أن يتركوا ما يتعلق بهاني بن بريك ويتركوا أمره للعلماء. طيب، والآن هو أصبح رجل دولة وعلاقاته سياسيا مع الحكام ويقوم بإدارة دولة، شوف الكذب، كأنه هو الإمام والسلطان لهذه الدولة، نفخ بالكذب، قبح الله الكذب وأهله.
والشيخ عبيد جزاه الله خيرا يقول حاكمه أطاله، وصاحبنا يقول يقيم دولة، ويقوم بإدارة دولة. ثم اسمعوا التزكية، وهو مسلم سني، ماذا يذكركم هذا الكلام؟ ما تذكرونه، لأن هذا كان قبل 30 سنة، وكثير منكم لم يدرك ذلك. يذكرنا هذا بأنه خارجي سني، ما شاء الله، خارجي سني. هذه كلمة الإخوان المسلمين والسروريين بالذات، كانوا يقولون سلفية المنهج عصرية المواجهة، نفس الكلام، اختلف الحرف وبقي المعنى. مسلم سني هو خارجي، يقول لا سمع ولا طاعة بصوته، فنقض البيعة التي أداها أمام حاكمه وركب مذهب الخوارج، وهذا يقول عنه مسلم سني. بالله لو قالها غير هاني كيف ستوجه إليه السهام؟ والله ليمزقه الصعافق حتى يكسروا عظامه ويذروها في الرياح، لكن هاني لا، لا ذكر له، مسلم سني. إذن 30 عام بل وأكثر، ومجالدتنا للإخوان المسلمين عموما بطوائفهم في مسألة السمع والطاعة والتضليل لهم في هذا الأصل هو مذهب السلف. يقول أحمد رحمه الله في رسالة مسلم، في رسالة عبدوس بن مالك العطار، ومن أصول السنة اللازمة التي لم يأتي بها أو تخلف عنه واحدة منها لم يكن من أهلها حتى يأتي بها جميعا، وعددها، ثم عد منها السمع والطاعة للأئمة، هذا أصل من أصول أهل السنة في اعتقاده مع الحكام. ينقضه هاني ويمدحه صلفيق الصفيق الكذاب. الآن هذه التزكية والمدح، مسلم سني، وسأبين لكم الكذب في كلامه، إذ قد أخذ الله علينا العهد والميثاق ألا نشهد إلا بالحق وبالعلم، وستسمعون. قل وهو مسلم سني، والحمد لله ندعو له بالتوفيق والسداد، وأن الله يسخره لنشر التوحيد والسنة في اليمن، ما شاء الله. شهد عليه الشرفي زميله الشرفي في تغريداته وكتاباته، موجودة عندنا وأنتم ترونها، افتحوا في أبو لحسة تجدونها. شهد عليه بالانحراف، وأنه مع الأحزاب الاشتراكية في الجنوب، وهو الآن في مكاتب هذا الحزب الجنوبي الذي فيه كل بلع. شهد به الشرفي عليه، ما هو نحن، هو يراه وفي بلده، وبلدي الرجل كما قيل أعلم به. وأنت أيها الصفيق يا صلفيق، ما أدراك، أو كنت تعلم ثم أغضيت عنه، فغضضت طرفا وطويت كشحا، أتظن الناس أنهم عميان، عمي البصائر والأبصار، هيهات. يقول وأن الله يسخره لنشر التوحيد والسنة في اليمن، وأن يحكم الله به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على الدولة، وهكذا النصح مع المسلمين إلى آخره، كلام طويل. قال في آخره السائل: جزاكم الله خيرا يا شيخ، لو تذكرون التاريخ جزاكم الله خير. فبن صلفيق اليوم الخميس 22 من شهر المحرم لعام 1400
وتسعين. أنا أقرأ المكتوب أمامي من تويتر حتى اللغة لا يعرفونها. وتسعين عام 39 السائل جزاكم الله خيرا. لا جزاكم الله يا شيخ ما في خيرا حتى أكون صادق. جزاكم الله يا شيخ والله نشهد الله أننا نحبكم في الله يا شيخ. ابن صلفيق أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا وإياكم على السنة والتوحيد ومنهج السلف الصالح. فإن منهج السلف الذي قد خنته أيها الخائن الكذاب فغضبت طرفا عن هاني. فإن منهج السلف هنا أين غيرتك لله جل وعلا يا ابن صلفيق ولمنهج السلف؟ أين هو؟ أين أنت يا جونة الذي قد انشقت جونتك في الغيرة لدين الله جل وعلا؟ أين أنت عنها؟ هذا ابن صلفيق الذي يدافع عن هاني أليس كان هو أولى بأن تتعجب منه؟ أو أن محمد بن هادي لا يجوز لكم اليوم، لا يروق لكم، لا يروق لهم. تدرون لماذا؟ أنا سأعطيكم السر، كلمة واحدة. محمد بن هادي ما استطاعوا فيه لأن يكون سيقة لهم يسوقونه كما شاءوا. وسيأتي في هذه الحلقات إن شاء الله تفسير كل كلمة أقولها، تفسير كل كلمة أقولها إن شاء الله وأقيم عليها الدلائل. فإذا يا جونة أيهم أحق بأن تستغرب تغريداته في الدفاع عن الأشخاص؟ أهو دفاع من دافع عن محمد بن هادي أم أنه دفاع من دافع عن الخارج هاني بن بريك؟ والمدافع هو ابن صلفيق الصفيق الكذاب.